مستمرين معاكم في تغطية مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين على شاشة قناة أون. النهاردة سهرة غنائية مختلفة ومتنوعة، حفلة واحدة هيشارك فيها باند مسار إجباري ورضا البحراوي ومسلم. أما من النورث سكوير فالنهاردة اليوم الثاني للفاشن شو اللي بيشارك فيه مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو. بيكون موجود حوالين النورث سكوير والحفلات منظمين يساعدوا الجمهور إن هم يخشوا أماكنهم ويجاوبوا على كل أسئلتهم. خلينا نقول إن التنظيم على أعلى مستوى هو السمة السائدة في كل حفلات العالم عالمين. إن شاء الله يبقى مهرجان ناجح وبوادر النجاح زهرة. المكان جميل قوي، حفلات حلوة، فيه فعالية وفيه أكتف عالية. طبعا طفرة، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. يعني أنا كنت موجود هنا فترة يعني وما كانش فيه أي حاجة موجودة على الأرض خالص في الحتة دي، بس الحمد لله يعني حاجة جميلة جدا راح مفتخر بيها يعني، واتمنى ان شاء الله ربنا ييسر كده والناس كلها تعرف على المكان ده وتيجي تزور. يعني الدنيا امان، كل حاجه منظمه، كل حاجه نظيفه جدا، كل حاجه معمول حسابها صح قوي. الجو جميل، كل يوم مهرجانات، كل يوم حفلات. بصراحه من احسن المدن اللي اتعملت في مصر كلها.